بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل أو فصل باسي بانغو إقامتي أكا بو هر پنج جواز بكان زا پیش يو ابتين ناو موضوع كي بزانين بانغ كيني داندرايا كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لما كي كوتي كربو بيني و مزگوتی شی دروس کرد مسلمان کان کاتی نویجه راز بخو با نویجه دا هاتن بی اوی بانک بدره یعن آگادار بکرینوا او جا هر سالی یکمی کوچی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگل صحابه کان راویج یعن کردو یعن باشته چی دابنه این بو اوی خلق لکاتی نویجه آگادار بکرینوا جا هر دا گوتیان لکاتی نویجه دا ناقوز یعنی زنگره دیانان لی ادهین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی او ای دیانانا بکل کمنائی هنده گوتیان بوغ یعنی زرنای جولکان لی ادهین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی زرنای جولکانا اوش بکل کمنائی هنده گوتیان آگره چی دشوین چی برزکی نو و بی عالم آگره که ببینی بزانی وقتی نوی جهاتیا فرموی اوش آگر بو آگر پرستانا اوش قبول نکرا پیغمبر قبولی نکر صلی اللہ علیہ وسلم هنده گوتیان آرائه چی برزکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اوش بکل گناه چکا انسانی خوتو سو بو انسانی خوتو آگای دینا بی لخوی و خبر نایه او زاوی روز صحابه پرد بون صحابه چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کناوی عبداللہ کری زیدی کری عبدی ربیه بو انساریش بو شوی لخونی دا بانگو اقامتی دیتن او زاست پینی حتا خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خونکی بو جراوا پیغمبر فرموی إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك أو حديث صحيحة أبو داود وابن ماجه وابن خزيمه رواية كده وبارسش شي لبخاري ومسلم ده يا فرموي أو خونة تودي تتر خونة شي راستا معناه أو بانجا بانجا شي توابا إن شاء الله هستا هرو فيري بلال بكا بلال حبشي چونك او دنجي برسرلتو با او بانگ دا او جا او عبدالله با امري پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم بانجي با حضرت بلال گوتو بلال بو مؤذين و بانگ داری پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم او زامره او خون بو کو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اعتمادی دایت سر او خونه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خواهد سر بی وحی بو هاد بو لبرسی چکو چی بلال بانجي دا امام عمر لما هر جوی لدنج بلالی بو شوش اوش عینی او خونه عبدالله دید بو عینی بانجی دید بو جاکا هاد بو پیغمبری جراو صلی اللہ علیہ وسلم گوتی قسم بو خواه اتوی نارد بحق نارد یا رسول اللہ امنیش عینی او خونم دید یا پیغمبر فرموی صلی اللہ علیہ وسلم سبقک بذالک الوحی پیشی توش وحی بو من هاتی بو بانگی دا دیار با وحیش هر اثبات بو برام اخون جديتا امام عمر جديتي او عبد الله جديتي رزاق خالدي جاء او حديث سبقك بذلك الوحي او ابو داود وعبد الرزاق وانا روايه يعني كذا اتر او جام او بانغي كي استعددري هر او بانغي كلا سردمي پیغمبري بول صلى الله عليه وسلم بزيادكم حق ما بسر شي عندني كهندغشتان تي دا زياد كذا وخيانه كاريان لقال الاسلام دا كذا جاء فرمي الاذان والاقامه بانگدان بو هر پنج نو جواز بکانو قامت کی اقامت کی نیش بو هر پنج نو جواز بکان سنتن سنت الكفايه یعنی لجی شی بانگ بدری خیره ک بو کابرایو هر چی سنت ک لسره مان لا اسی وقیلا فرموده شی بهزش فرمویت فرض کفایه بانج شر فرض الكفايه اقامت شر فرض الكفايه معنى چیا یعنی اگر دانشوان شوینک اتفاق کنو یک دنگ من برین بانگ ندری یعنی قامت نکری او دبی جنج یعنی لگر بکری و شر یعنی لگر بکری لبرسی چکا بانگ و اقامت دروش می عشقرای اسلام دبی انجام بدرین اجا برین سنت یعنی فرض الكفايه پیویستا لا بو بزهینانی او دروش می لهر دی چی بچوک یعنی گورا لهر شعر چی گورش دبیل دی کی بانک بدری له شاری چې ګورج له څنګه رقم بانک بدری بو خاطر او دروش ما برزا انجام بدری او جا و انما یشرعان لمکتوبه بانک او اقامت که به شرع د اندراینا تنها بو او پنځو جواز باندې د اندراینا بو سنت اندانه اندراینا بو نوې سنت کان ادي او نوې سنتانه که به جماعت اکرین و شي جنو و روش جیرانو مانګ جیرانو اوانه
فرمي ويقال في العيد ونحوه دقوت ريبو نويجي زمان غير جيج نجوشي روش جيرانو مانج جيرانو نويج باران وانا الصلاة جامعة اذا الصلاة جامعة بفتحي بخوين دي ويان بمرفوعي بخوين دي والصلاة جامعة هر دو قواريد بوا معنى نويج وابا جماعة اكري يام قن نويجي فريان نويجي بكون بجماعة او جا او كلمة الصلاة الجامعة بخاري ومسلم روايتي عن كدية برام لبحثي نويجي روش جيران ومانج جيران اللي وين داري روايتي عن كدية واني ديش قياس كرايتنا سر وين داري او جاء للاي امام ابن حجري او شيا الصلاة الجامعة او رسته دو جارة قتلي جارش لباتي اقامة جارشش جارش لباتي بانجي جارش لباتي قامته دو جارة قتلي الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة جاء والجديد بفرمودين ندبه بانك سنتا للمنفرد لبو أوك سيك بتنهايج نوجئك يعني بتنها لتولوارش مثلا أو جاء ويرفع صوته سنتا دنجي خوش ببانك كي برنكا إلا بمسجد تنها لمزقوت شيوان بي وقعت فيه جماعة كا جماعتي بيجداتي داكرابي بالوين در دنجي برز نكاتوا شو خلق كواتي قا وقتي نوجه شي ديكا هاتيا يان واتي قا بانجي يكم غلط وبوي با دنكال نيني او زابر قمان شك انسان لتولوار شي بو يان بتن هاي بو يان بتن هان نوجه كت بانجي سنة بوي هم اقامتي شهر سنة ها اقامتي شهر بو سنة بانجي او حديثي كبخاري روايتي كديا أفرمي أبا سعيد خدري با عبد الله بن عبد الرحمن فرمو إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. جاء قال أبو سعيد سمعته من قال أبو سعيد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو بخاري الروايات كده فرموي أجر شوام بويلنا وحيوان يخود بويلنا وأجر كان دلوران دنيان لشو دشتي بويلنا شيناي وشول واري بوي بانج دادن قد برس كوا ببانج دانة شون كاب هر جنوكيكو هر إنسان يعني هر شتك جوي لدن جي مؤذني بيروج قيامته شاهدي بودا أوي بومغوتي جملة پیغمبري بو صلى الله عليه وسلم يعني أبو سعيد بخوي جويلة پیغمبري بو صلى الله عليه وسلم خوي لسربي كوا أبو بانج شدا إقامتي شكا بانجو إقامتي هدوك بو سنة أو زاوى يقيم للفائتة سنة بو نوجة فوتا وكانش كقزايا نكاتوا وشي نوجة حاضر كان أو إقامة بوانشبك برام ولا يؤذن في الجديد لفرمودين دوية فرمي أو نجاني فوتاين وقزاين كاتوا بينا بانجيان بوبدا برام فرمودي كون أفرمي بابانجيشيان بوبدا جا قلت إمامين وفرمي القديم أصهر والله أعلم فرمودي كون بهستر لفرمودين دوية كأفرمي بونويجا فوتا وكان هم بانجي شدري وهم قامت هم قامتي شكري أو جاء فإن كان فوائتو أجل زور نيجي فوتابون لم يؤذن لغير الأولى تنها يقبان جدا بون نيجي يكم أو عندي شمان قامته بوأكا أو برغة مانسية بكرتي حديثة كي بخاري ومسلمة ك لخيبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم شوي لقال صحابان نستن سبيني بوبانج ابو نوج سبيني بخبرنا هاتن تاب غير ما يروج بخبر هاتن او جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بالي ربروين شنو لا شي دي امر ببلال كربان جدا تماشا كه نوج سبيني فوتا امر ببلال كربان جدا او جاء دز نوج يان شوتو سنته پيش نوج سبيني ان قزا كردوا او جاء امر ببلال كر فرمي اقامت شكا او جاء نوج سبيني شان بجماعت قزا كردوا او حديث كه بخاري ومسلم له غزا خيبر تماشا يندريف كن برغي فرموده نوش غزاي خندق بوله وندر پیغمبر صلى الله عليه وسلم سين وجي فوتابون نيورو عصر ومغرب هر سيش قزا كدنا وبانجي بو ندان بس قامتي بوكرا برا فرموده كون جواب داتوا فرمي بابا آخر غزاي خيبر لدواي غزاي خندق بوا ويعتبر آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر أمر لدو أمر كاني بيغمبري اعتباري بيكري آخر أمر إج أمر خيبر يتسكى غزاي خيبر يبدو غزاي خندقه داهاتيا كوابو إجبوي أكري أو جاوين دبو
لجماعة النساء الإقامة والسنة بو جماعة جنان كإمامة كشيان هرجن بي قامت بو إيقدي كبكن يعني آفرتك قامت بك بو أو إمامي كجن والجماعة يان بو أكا برام أقر إمامة كيان آفرد نبو بركو بياو بو أو نابي دروزني آفرتك قامت بو بكا كواتا بابياو كك إمامة هرب خوي قامت بو خوي بكا للأذان على المشهور بانقدان بو آفرتان سنة دنيا لسر فرمودي ناسراوي مذهب چکە پیاوی بێگانە گوێی لێ ئەبی جا بەڵام ئەگەر بەدەنگی نزم بۆ خۆی بانگی دا پیاوانیش گوێ لێ نەبوو ئەوە نابیتە بانگ بەڵام بە زیکری بۆ حەسێ بکرێ یعنی گوناحبار نابی خێرێ زیکرەکەی بۆ ئەنویسرێ ئەوجا فەرمێ وەل ئەذان و زۆربەی وشەکانی بانگی مەثنا دوودوونە بۆیە شەڕێن زۆربەی چکە چار ئەللاه ئەکبەری تێدانە لە ئاخریش یەک لا ئیلاهی لە اللایە ئەوانی دی جۆت جۆتن هەمووی والئقامە و زۆربەی وشەکانی قامەتێش فۆرادا تاک تاکن ئیلا لەوزە الئقامەتی تەنها قەت قامەتی سەلا نەبی ئەو دوو جارە قەت قامەتی سەلا قەت قامەتی سەلا ئەوەش لە بەرچیە حەزەتی ئەنە زەفەرمێ ئومیڕ بیلالون ئەن یەشفع الئەذانە و یوتیرە الئقامەتە ئیلا الئقامەتە لەلای پێغەمبەری سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمان بە بیلالی کرا کە بانگی جۆت جۆت برێ وشەکانی بانگی قامەتێش تاک تاک برێ ئیلا وشەی قەت قامەتی سەلا نەبی ئەوەی دوو دوو برێ ئەوە حەدیسەکە بوخاری و مسلیمە ئەجا ویوسەن و ئیدراجوها سنەتە بەبێ وەستان قامەت بکرێ يعني بلي تدا بكري و ليك دريج نكريتوها اما مثلا بو شويك على پیغمبر وارد صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله او ها او ابو داود بسند صحيح روايه كرديا كاو قامت السردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وترتيله سنەتە بە درێژکردنەوەش بە پەلە نەکردن بانگ بدرێ لێک بچێشتێتەوە تا عالم لە دەرێ چاچیان گوێ لێبی بانگیش هەر ئەوەیە کە ئێستا گوێت لێ ئەلله ئەکبەر ئەلله ئەکبەر الله اكبر الله اكبر او چار جارا اشهد ان لا اله الا الله دو جارا اشهد ان محمد رسول الله دو جارا حي على الصلاه دو جارا بس اگر لبيته صلاتي اكريته هي وشي وقفت لسر كده حي على الصلاه حي على الصلاه اوها حي على الفلاح جدو جارا الله اكبر الله اكبر يا اخي جدو جارا لا اله الا الله اك جارا او شر سند الصحيح وابو داود روايتي كدي او بانجي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي انها لرؤيا حق لسرد ببيغمبر صلى الله عليه وسلم اوها بانج درايا كوابو او حي على خير العمل كشيع زياد يان كرديا او يان بيت عشي قبيحه وشريعه الاسلام تايديناك والترجع فيه گەڕانەوەی شادێ لە بانجیدا سنەتە ئەو لە سەحیحی مسلیمدا هاتیەوە حەدیسی سەحیحی لەسەر لە سەحیحی مسلیم گەڕانەوە چیە ئەوەیە هەردوو شادەکان بە نهێنی برێ ئەوجا هەردووکانیش دوایەکە بەدەنگی بەرز برێتەوە مەسەلا برێ ئەشهەد ئەن لا ئیلاهە ئیلا الله ئەشهەد ئەن لا ئیلاهە ئیلا الله ئەشهەد ئەن محەممەد رەسوول الله ئەشهەد ئەن محەممەد رەسوول الله ئەو جادەنگی هەر بینی برێ ئەشهەد ئەن لا ئیلاهە ئیلا الله تا ئاخیری ئەوە پێدا بڕوە جاگەر تەرجیعیش نەکا بانگەکە هەر دروستە بی بەڵام خێری لە دەستە چی خێری گەورەی لە دەستە چی ناخێری بانگی هەرەگاتێ والتەسویب فی الصبح هەروەها دووبارەکردنەوەی بانگەوازیش لە نوێژێ سپەینەیدا بانگەوازی نوێژێ دووبارە بکاتەوە ئەویش سنەتە ئەویش بەس تایبەتە بە نوێژێ سپەینەی هادا لە چار نوێژەکانی دی ئەو تەسویبە سنە نیە تەسویب ئەوەیە لە دوای حەی عەلە الفەلاحی برێ ئەسەلاة خەیر من النەوم ئەسەلاة خەیر من النەوم دوو جارەوە برێ لەبەرچێ چونکە ئەویش حەدیسی سەحیحی لەسەرە حزتي أنس فرمويتي من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم فرمويتي السنة بيغمبري أو هاي صلى الله عليه وسلم وشي مؤذن لبانج سبيني دا حي على الفلاح فرمو مؤذن بري الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يعني دو جار بري حديثك صحيحة أبو داود روايتي كرديا ابن خزيمة روايتي كرديا ئەجا ئەگەر تەسوی بێژنەکە بانگەکەی هەردووسە بەڵام خێرە گەورەکەی بانگی لە دەستە چی و تەنها هەر خێرێ بانگی بۆ ئەنویسرێ وەیجیب و ئەن یوئەذن قائما سنەتە بە پێوە بانگدا مەگەر ئینسان
بي وانا بن بدانش يوكاتي قيدي ناكا للقبلة السنة بل وقبل جبي بل ولايك عندي كمكروها ويجب ترتيبه واجب بانجش بو ترتيبه بك لبيغمبر وارد وصلى الله عليه وسلم وموالاته والسنة بانج بدواء اقدا بدري نيواني نكويت بيني بلام اقل لنا وبانجي دا يعني لنا وقامة دا بجمي بحالة دل دابري الحمد لله يعني اگر ديتي چويرك يعني من دار خريكة لبانشي بربيتوا يعني كويتا جيشي يعني كويتا يعني آقريك بربو جيشي وعزبا آقاداري بكاتوا او نبانجا بسري نقامتيشا بسري قيديناكا برام اوي آقادار بن اگر مؤزين بانجي بيتوا ونكرا ايشي ديهاد بانجي بدا نابي بانجي ويتوا وكادا بي سر لبنياد لأولي دزبا بانجشي دي كبكاتوا يعني بانج بدو كسان نابي توا وبكري لوي آقادار بن. وشرط المؤذن الإسلام مرزي بانجدري اوي دبي مسلمان بي كبانجي كافري بكالقناي والتمييزو دبي او مسلمانة تاكو خرابش ليك كاتوا يعني مرزني بلوغي بو بي اگر من دارك دنجة خوش بو دنجة برند بو بانجي زاني با بانجي بدا بس تاكو خرابي ليك كاتوا بسا والذكورة دبي نيريش بي يعني كر بي مسلا اگر من دار بو يعني بياوشي غور بي ويكره للمحدث بو انساني بيدزنوش ناپسن دا بانجي بدا وللجنوب اشد بو زناب الداري بشدة ليش مكروها والإقامة أغلزو قبلكو قامت كردن بو زناب الداري هر كراهتكي أستورت ليشا أو جاو يسن سيت سنة أو كسيكو بانجدا دنجي زورا برزبي لبر حديثة كي تعزا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بانجي فيري بلالي بكا لبرت فإنه أندع صوتا منك فرموشك دنجي لتو برزتلا زايسا مكبرة لزي أويدان اشتينا الحمد لله حصل الصوت السنة دنجي خوش بي تعالم جواب بانجي بداتو ورزنا بن عدل بياوشي عدلش بفاسق نبي ونعبار نبي ايشي فواحش وانا لبش تاوي عالمينك عالم متماني لسلابتي او جاء فرمو والإمامة أفضل منه إمامتي خيري زياترة لا بانك داني لفرمودي راستك الإمام رافعي قلت إمامي نوي فرمين نا الأصح فرمودي راستر لما سبي شافعي أنه بانك دان أفضل منها خيري زياترة لا إمامتي والله أعلم لبرت سكا آيات إيديك أفرمي ومن أحسن قولا خواهي تبارك وتعالى أفرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا چه قفتاري جوانترة لو كسيك بانك بانگواز بو خواه پرستی اکاو کرده و چاشی جکا مؤزین بانگوازی بو خواه پرستی او اکا کرده وشی چاک اکا بانگ دانا زا حضرت عائشه وای تفسیر کردی تو فرموی مبستی او آیتی بانگ درکانن کوابو بانگ دان خیلی زیادتره برام اگر پیاو بوی بگنزی بخو بانجیب داو امامتیش بکا او نوری علا نورا سنتکا پیک دی لبر سيتو كإمام عمر فرموي أجر لبر أرشي خليفاتي نبايا بخون بانجم أدا طبعا إمامتي بخو أكل إمام عمر بس لبر مشغلة خلافتي بينك لبانج لا فرموي أجر بيم كلابايا لبر مشغلة خلافة نبايا شك خليفة ما بخون بانجم أدا قصي إمام عمر إيش معتبر شك بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمريكا دي اقتداء بخلفاء راشد يمكن هر وها سنة او كسي كبانجة دا اقامتي شهر بوي بكري درست كسي شي دي اقامتي بكا ولا مو عباس تدريوي نشجنن هر او بيكا وشرطه مرزي دروزبوني بانجي الوقت دا بكاتي نواجكي هاتبي اگه كاد نهاد بو بانجيش بدري بانجكا بسناتي إلا الصبح تنها بانجي سبيني نبي فمن نصف الليل أو لنيوي الشوارع وقتي دي سكرا سردامي پیغمبري صلى الله عليه وسلم پیش فجري صادق پیش بيان در كوي بانجا درا أجاهل لبرهنده ويسن مؤذناني للمسجد سنة دو مؤذنيش بو مزقوتي هبن بو يؤذن واحد قبل الفجر يشان بيشي فجر صادق بانجي بدا وآخر بعده مؤذن كيديكش باشي فجر صادق بدا أولا سي ورجي راي حديث بخاري ومسلم أفرمي پیغمبر فرموي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوب فرموي بلال بشو بانجدا يعني شو هر دميني كبانجدا او باقسي بلال يواز لخوارني مينن بخونو بخونه وحتى عبد الله ابن ام مكتوم بانجدا اوش بها وشي شوير بو تاوينا اديتن وشي فزري صادق درك الصحابه بي انا قلت اصبحت وبيان بو بيان بو اوجعتو بانجدا كوابو ببانجي بلالي
هر بوشوي حسابو عالم بو خوي هر استاد خوي او غوسل سر بو غوسل يكدو د زو جان شو تو هندك شو ني جان كدنو او نو عشتانه ام بيك دينان حتى عالم او شتانه كدنو بتي بانجي عبد الله مكتوب دات او حديث كاش بخاري ومسلم او زاده نسر ورام دانوي بانجي افرمي ويسن لسامعه سنة أو كسي جوي لبانجي يان لإقامته هذا بانجو قامت لي هر وشي يقول رام يعني دريتوا مثل قوله وشي بانج دار وقامت كاركتي قامت كاركتي برين إلا في حي على تيه تنهال حي على الصلاة حي على الفلاح دانبي لو أنا لهر تارزار دا لهر دجارك حي على الصلاة ولهر دجارك حي على الفلاح بابري لا حول ولا قوة إلا بالله لبرت شكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وشي جوتان لبان جيبو مؤذن سدري أنقول وشي مؤذن برين أو حديثك بخاري ومسلم أوشكا فرمي لا حي على الصلاة وحي على الفلاح بري لا حول ولا قوة إلا بالله لصحيح مسلم الرواية كلايا وإلا في التثويب تنها لا دوباره کنوی بانگ وازینه بیکم وازین دوجاره لی الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم لبان جیس پینی فیقول بابر صدقت و بریتا والله اعلم صدقت و بریتا راست کرد و ایشه چی تاکر کرد لبرت چون که اول لو موضوعی اول شیطا او جا اگر انسان جوی لدو بانگانیان لزیاتر بو بسونه جواب همان باب داتا و برام ايه كما كلا همان خير ترى اگر هر وها انسان خريش قرآن خوين نبو يان خريش درس بو يان خريش ذكر كر نبو سنة واز لو انا بيني لبرخات جواب دان وي بانجي با جوابي بانجي بدريتا وا هر وها وشي لقامت يش اگاتا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سنة بري اقامها الله و ادامها شوش حديثة شي بيهزي در حقاتيا برام لفضائل العمادة حديثي بيهز ايشي بي اكري او جا لیر آگاداری که هر کاتیک اقامت دستی پیکره ناپسنده نویج سنت دا بستی خوی بسنتان خریب که لبرتی چو که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة و مسلم روایتی کردی فرمویتی اقامتی نویج اکره هیز نویج نابی بکره تنها او نویج وازبه نبی که قامتی بکره یا نابی انسان خوی بسنتان مزرور برا مگر سنت دا بو پیش اقامت سنتی دا بز بو او با سنت که با عجله تو او که با خاطر فریای جماعتی که او فرموده امامی نوویه لبحثی جماعته ان شاء الله دوباره كينوا او جاء افرمي ولي كل سنه بو هموان چيها هموان چينا بو بانگداري بو اقامت كاري بو او كسي كجوي لبانگداري بو او كسي كجوي لاقامت كاري بو هر چاران سنته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات شي لسر پیغمبري ليبدا بعد فراغه وشي بانگ خلاص بو لبرسي شكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة حديثك إمام مسلم روايتك جل صحيح أبو داود نسائي ترمزي او هموان الروايات يعني كده فرمي وشي جويتان لبانجي بو فقولوا مثل ما يقولوا مؤذن سدري جوابي بانجي بدن وشي بي. ثم كبان خلاص بو صلوا علي صلواتكم لسلي بدن هركز لدواي بانجي يك صلواتكم لسلي بدن اخواي قولة ده صلواتاني لسلي اداو ده رحمتي بس ده اباريني او جا دعاي وسيلة شنبو بخويرن كاللهم رب هذه الدعوة التامة دعاي ديرين لوتك فإنها أو وسيلة منزلة في الجنة بليك لبهشت دان رايا بو اك عبد دان رايا لبندكاني خواه ام اشتكام وايا ام او كسبم كا او بليم ددريتي هر كسي دعاي وسيلة بوبكا لدعاي بانجي خواه تبارو تعالى شفاعتي مني بو مسوغرك دعاي وسيلش تيا او يا كيما من يفرمي ثم او جاء دعاء الوسيله بخوين بري اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته او امام بخاري وابو داود ونسائي والترمذي الروايه يعني كده اجا امام نووي ليراك مسب شافعي بورون كاتو فرمي لدو قامت لدو اقامش عيد اوانه هم هر خير
او شتانی که وقت زمان گفت گویی هموی هر خیرن لبرته چکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقامتیشی هر به بانک دانایا افرمی بین کلی اذانین صلاتون لبین هر دو بانگان نویجه که حدیثه که بخاری و مسلمه بخاری ومسلمه بين كل اذانين صلاتون طبعا باجماع هم علماء اذانين ليرة مراد بانغو اقامته يعني لبين كل بانغو اقامته شي سنته او شي دواء ايرون كيدا كاو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اقامته شي بسنه دانايا نك اقامته شي ببانك دانايا نك بسنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ليرة كفرموتي اذانين بانجي گوره هي وبانجي گسكش بانجي گوره يار بانجي گسكش اقامته ما دام پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناوي اذاني لنابي اقامتش او حكمي ورگدي ك بانگ وريگتيو شتاني تي در سنتن بركو لا مس لكن امام حسن بصري افرمي او دعاي وسيلي لدعاء اقامتش هر سنته بركو لا مسب امام احمد دا اوي لدواي بانجي سنته لدواي اقامتش سنته اوي مقصود يا مسب امام احمد جبزاني او طبعا يا مسب شافعي ومسب امام احمد كتابه شي هي لمسب حنبلي فتح الباري شرح صحيح البخاري امام ابن رجب حنبلي داينا صحيفه 250 برج سي تما شايف كان بلام او فتح الباري تواون ابو وفاتي كرتنها ستار برج دانانو وفاتي كرت كسس او ستار برجي بيتواون ابو زياده وفاتي كرت او امام ابن رجب الحنبلي بوخوتان لوي تماشا بكن كوابو حيفا كسكبري والله او بدعيه اتولدو قامته صلوات ليبدي يعني لدواي اقامتي اللهم رب هذه الدعوه التامه بخويني كاكا او دو امامك امام الشافعي امام احمد هردو كان لتو عالم ترين هردو كان لتو بياو ترين هردو كان لعصري بيغمبري لتو نيزيك ترين هردو كان عالمي سلفي صالح هردو كان او شاهدي بيغمبري ديانجري توصل الله عليه وسلم كفرميتي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برام اتو تبرغ كدب دستك بياوي تاشي يعني قناح شي قرق قوريا دو عالمي قورا استنبات يعني لحديثي بيغمبري كلمي صلى الله عليه وسلم سر مسحب اتو قسيوان ببيت عذاب لي قال الجوري روج قيامته الى محكمه اخوا زحمته قرتاربي او جاليرا ايا او صلواتي جواي بانجي بدنگا يام ببدنگا طبعا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هيش لو دعاءنا نفرما افرمي صلوا علي لدواي بانجي صلواتكم لسلي ابدا او جاغر فبريه من بدنگ مكروها دریم ونی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بحثی به دنجین کړی اگر یک قبله به دنج مکروها امیشه رمونی چې بحثی به دنجین کړی او ش صلواتیک الف صلات و سلام لدوای بانجیش د ګوتره او صلاح الدین ایوبی وخت خو داینا ک د صلاتی ګرته دست علماء اسلام فتوا اند فرمویان بن چینه صلواتک سنت چونیتک شی بدعه کوتیا بدعه یعنی بدعه حسنه زائما ابن حجر هیتمی فرمی صلاح الدین کار شی باشی کدیا جزاه الله خيرا او کلمه جزاه الله خيرا نشانه و یکم بس به بدعه کی بدعه حسنه تما شايفه تاوای کبرا بکبر جی اک لا پرست سیو اک يعني اگر بدعي قبي حبايا شو وشي جزاه الله خيري بودانا اندرا ونش يقول بدعي شي كاري شي باشي كردوا كواب ليرا من ملانه شي ناوي او كسي بو خو صلواتي ببي دنگلي ادا له باش باجي باب ببي دنگلي دا اگر اك شي بدن جي ليدا مانع ني قيدينا كاد برس چك علماء بي رازي بوين بودانا ني لبرچش شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحثي بدن جي وبدن جي نكرديا هروها اشتشي ابو هريره رضي الله عنه بك صحابه شي پیغمبري مو صلى الله عليه وسلم وشي جوي لا قامت ابو قامت تو ابو الفرم اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه صل على محمد واته سؤله يوم القيامه اوش ابن السني روايتك دي امام نووي لا اسكاري هنا تواني بوخت تما شافك او زاليرا ناپسند هر کاتک لانسان لمزگوتی ابو بانگ درا ناپسند بچی داری ابو الشعثاء افرمی كنا مع ابي هريرة في المسجد فخرج رجل حين اذن المؤذن فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم حديثك مسلم روايتك دي فرمي لمزگوتی ابوين ابو هريرة لو ابو پیاوگ لقل بانجی چو داری وشی بانجی لا چو داری ابو هريرة فرموی او كابرا تاواني كل برانبر بابو القاسم يعني برانبر ببيغمبري صلى الله عليه وسلم هل وها سنة
لدواي بان جبري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أوش لصحيح مسلم هيا هروها سنة لدواي بانجي لباش دعاي وسيلة دعاي بوخوش بكي تكا بيغمبر فرميتي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة أو حديثاش أبو داود ونسائي ترمزي بسند حسن روايتي عن كديا فرميتي الدعاء ردناك لتولى بين بانجو إقامتي أو جاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو دعايشي بو أمتي دانايا هر كسبوك يو دعاي بكابري اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة أوش ترمزي بسند حسن رواية أن إخوة دعوي ببرايد لأكم لدنيا ولا قيامته أو جاء ليرة بيويستا شتك رونكينوا سنة وشي بانغو إقامة كوتاي هاتن نعوضا إشتابا قامن سنة وشي بانغ كوتاي هات إمام مجالي عالم يبدأ تا يكتاري كسعاتي بو اوي بيرابغان دور كاعد سنة بيجنجة كيبكن لبارسي تكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي بين كل أذانين صلاة لبين كل بانغ إقامة شدا نجة سنة هيا أو جاء ابن حبان بس ندش الصحيح أو حديث كي بخاري ومسلمي كتازو بخاري ومسلم بوروني كي توفرمي ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان هل نوجش يوازبها بي دو ركعة سنة لبيج داهنا كواب حيف إمام بعزل بريتا مؤذيني هستقامت بكو مجال عالمي ندا أو سنة بكري أو جاء هنجينا كوشي عالم سنة كي المجال ده حتى تاريك كروالا غير نوجة مغربي إن نوجة مغربي أو تاريكي ناوي سكرة سردمي پیغمبري صلى الله عليه وسلم صحابة حتى تاريك شي تاروانی پیغمبري يعني كي صلى الله عليه وسلم اگر بتاريك شي پیغمبر نهاد با صلى الله عليه وسلم ايكا كان و پیش دخست او حديثانا هموي حديثي صحيح مسلم ابن سعد اوانا هموي جرايت يعني و لصحيح مسلم ده هيا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لغزاي تبوشي هلو هالا بخاري ومسلمي شيا كزارشي لمديني بوصول حشيتوا بيرانقا يبيتوا زارشي حضرت عبد الرحمن بن عوف يعني بيجي خستو كتاريخ اقروج بو زارشي امام ابو بكر يعني بيجي خست او بخاري ومسلمة بو خود لوين دري تما شايبكا برام نيوج مغرب لبر اوي وقت كي برتسكا ما هوي تاريخ شي تما تاروان ناكدي هلو ها لپیش قامت کردنش لهمون ویژان زیگه لنویژه مغربی سنتا او ذکرانش بکرین که ام رافع پرسیاری لپیغمبری کرد صلی الله علیه وسلم یا رسول الله دلنی على عمل یعزورنی الله عز و جل علیه فقال یا ام رافع اذا قمت الى الصلاة فسبح الله عشرا و هللیه عشرا و احمدیه عشرا و کبیریه عشرا و استغفریه عشرا و ابن سنی روایتی کرده امام ابن حجر عسقلانیش لشرح اسکاره بحدیث چی حسن دانايا قوابو انسان نابي او ذكر الى دستخوب دا او پیش اقامت كدنيا فرمو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كردوكم في بري خواهي قورا اجر پاداشتم بو بنوسي فرمو اي داش رافعي وشي ويستد هستين وجب كي پیش اقامت كدنيا دجار بري سبحان الله دجار بري لا اله الا الله دجار بري الحمد لله دجار بري الله اكبر دجار بري استغفر الله او زهنجينيكا هستين وجب كي او جا اول شیروانی او اندازه سردمی پیغمبری صلی الله علیه و سلم لیک دایتوا به تاریخ او جا لیرشته چی دیش هیا صلاح هیا صلاح لا پیجنوش سپینان او صلاحیا گل کس داره والله لشرع دانهاتیا برام حدیثی صحیحی در حقاتیا اویش بالمناسبه حدیث که خوین مواد چکا موضوع بانجیا افرتك لابني نجار رزاي خوان لبي روايتك افرمي قالت كانت بيتي من اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة فيأتي بسحرة فيجلس على البيت ينتظر الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن والله ما علمته تركها ليلة واحدة تعني الكلمات أو حديثة
درجه حسنی هی و ابو داود و بیهقی روایتیان کردیا افرادکا داری سربانی مل همو سربانان لنزوی که مزگوتی برنتر بو علی بلال پیش نویج سپینه دهات اشتا وقتی سپینه دانه هات و حتی نزوی که فضلی بوشی فضل ابو پیش بانجی او صلاحه کرد اللهم احمدوکا و استعینوکا علا قرشین ان یقیمو دینکا افرمی نمزانی بلال قطی او ترک کرد بی او کلمانه هر ای گوتن او جاکواب او صلاحی است علی کردستان اکری پیشی بانجی سپینی او اصل کیتی حدیث کج درجه حسنی هی و کز نتوانی انکاری بکا بو تواب شار زابونیش لحدیث کی تماشای ابو داود و بیهقی بکا لون داری حدیث کی دبینی و وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.